السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم. مرحبا بكم أيها المتابعون الأوفياء في حلقة جديدة، ودائما علاقتكم مشروحات للمعلوميات. فكما ذكرنا إخواني الكرام في حلقة سابقة منذ تقريبا تطرقت إليها قبل يومين تقريبا، تطرقت إلى مشكل التعليق الدفعات على حساب الأدسنس. فهناك من وجد مشكل في تأخر هذه الدفعة الخاصة بأدسنس إلى حسابه البنكي. كما قلت لكم إخواني الكرام، هذا ليس بمشكل فقط، هو فقط كما قلت هناك بعض التماطل من هذه البنوك، لهذا يقع هذا المشكل. هناك شيء خفي كما قلت لكم إخواني الكرام في حلقة سابقة، لا نعرف ما هو السبب، لكن كما قلت لكم إخواني الكرام فلا تقلقوا من خلال هذا المشكل، فهو ليس بمشكل إن صح التعبير، فهو فقط هناك كما قلنا هناك بعض الأمور الخفية لا نعرفها. لكن هذه الدفعة إخواني الكرام سوف تتلقاها، سوف تصلك يوما ما من خلال قبل 30 من هذا الشهر. فأنا تلقيت الدفعة اليوم وسوف أريكم الدليل. اليوم تلقيت الدفعة كما قلت، كما أخبرتكم أن هذا المشكل لا يعد ليس بمشكل أو شيء من هذا القبيل، فقط هناك مشكل في تأخر نوعا ما. لهذا قمت بشرح طريقة يوم أمس، واليوم إن شاء الله قمت بتلقي الدفعة كما قلت لكم إخواني الكرام. وكما تلاحظون معي هنا، هذه الدفعة التي قمت بتلقيها كما تلاحظون هنا 29 شهر 5 2019، هذه هي الدفعة التي قمت بتلقيها. فإذا لاحظتم معي هنا، هذه هي الدفعة التي تلقيت هذا الشهر كما تلاحظون هنا 1032، كما تلاحظون هنا 1032، وهذا هو الحساب البنكي. فكما تلاحظون إخواني الكرام، فالعملية كما قلت لا تحتاج إلى مشاكل أو شيء من هذا القبيل، فقط كما قلت لكم هذا مشكل ليس بمشكل، لكن هناك تأخر من نوع ما لا نعرف ما هو السبب، لكن تقع بعض الشهور يقع في هذا المشكل. فأنا بالنسبة لي فالعديد من الشهور، هناك بعض الشهور التي قمت ب وقع معي هذا المشكل في تقريبا شهر، على ما أعتقد شهر واحد كان لدي نفس المشكل، وقمت بشرح الخاصية. وكما قلت لكم إخواني الكرام، فبعد مرور أيام مثلا يوم 28 قمت بتلقي الدفعة بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل كما تلاحظون. فالعملية كما قلت إخواني الكرام بسيطة ولا تحتاج إلى تعقيدات، فقط إخواني الكرام كما قلت لكم يجب عليكم فقط الانتظار وسوف تصلكم الدفعة بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فكما قلت إخواني الكرام، ربما أعتقد أن العديد أن كل الأشخاص أو كل العديد منا تلقى الدفعة الخاصة به اليوم، خصوصا الأشخاص الذين قاموا بربط حسابهم أدسنس ببنوك، خصوصا السي أش في بالنسبة للمغاربة، فقد ربما قد توصلوا بالدفعات الخاصة بهم. كذلك بالنسبة للبنك الذي بالنسبة لي أنا قمت بربط حسابي أدسنس ببريد بنك وقد تلقيت الدفعة. فبعض إخوان رسلوني على قناتي على اليوتيوب، هناك من لديه كما قلت قام بربط حسابه البنكي ببنك سي أش وقد تأخرت الدفعة عن الوصول كما قلت. فاليوم على ما أعتقد العديد من الأشخاص قاموا بالتوصل بالدفعة الخاصة بهم. هذا كما قلت، هذا بالنسبة لي أنا أيضا تلقيت الدفعة اليوم وتوصلت برسالة SMS من خلال الهاتف الخاص بي، يعني هذا أن الدفعة الآن جاهزة، يمكننا أن نقوم بالذهاب وسحبها في أي وقت ممكن. أتمنى إخواني الكرام أن تكون حلقتنا الخاصة بهذا اليوم قد نالت إعجابكم. أتمنى أن تكون الأمور لدى الجميع على أحسن ما يرام، وأتمنى أن يكون الجميع قد توصل بالدفعات الخاصة بهم. شكرا لكم على المتابعة، وشكرا الموصول إلى جميع الإخوان الذين يقومون بمراسلتنا على قناتنا على اليوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك، وشكر موصول إلى جميع المشتركين، ورمضان مبارك سعيد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول لله. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.